حدا او من فيها منفوت بالتفاصيل هلا اذا بدك بالتفاصيل فيها هؤلاء الاحزاب يعتبروا حالهم انه هن راس حربه بالمعارضه وبالقوى التغييريه وبنبض الشارع. يعني كذب. مثلا خليني بس اقول لك انه دكتور جعجع بيقول انه ثوره 17 تشرين موجوده من خلال القوات، هيدا بخطابه من شي جمعتين وقت اعلن برنامج هيدا، قال انه الثوار الحقيقيين والمستقلين والصادقين ادركوا منذ البدايه انه الخلاص يحتاج الى قوه تغييريه كبيره وموحده، وبالتالي هالفعل ما بده بس قوه، بده قوات. جورج، ما حدا كسر الثوره والثوار مثل ما عملوا القوات وحزب الله، هن الحزبين اللي اكثر شيء اذا بدك نزلوا فعلا كسروا 17 تشرين بكل الوسائل. اذا بكمل يمكن بقول لك ما هيك، اذا خليني اكمل بقول لك من وقت ما بلشوا يفوتوا بين الناس وينزلوا ويقطعوا طرقات راحت الثورة إلى مكان آخر كليا، وهربت الناس وصارت ما بدها تنزل على الطريق. كل الزعرانات اللي نزلت، كل المندسين اللي نزلوا، مش بس هن، هن كانوا الأساسيين بذلك. نزل حزب الله الحسين على الرينج، نزلوا الشبيبة يمين وشمال وبلشوا صاروا أخذوا الأمور إلى مكان آخر مختلف كليا. بس اللي كان يصير بس خليني كمل الله يرضى عليك. السؤال اللي كان يصير على الرينج كان يصير كمان بجل الديب يا جورج خليني بس كمل الفكرة لأنه عم تخدني على مطرح تاني. أنا اليوم بدي أقول لك هيدي الثورة اليوم بالصناديق كمان اللي عم بجرب يكسرها هو أحزاب السلطة. واسمعوا ركز معي، كان في 8 و14 قبل 2016 راحوا إلى تسوية، فتحوا شامبان، عملوا تسوية رئاسية، تقاسموا الحصص والمناصب، لغيوا شيء اسمه معارضة بالبلد. جينا نحن آخر 2017 ومن هون كانت أنا كيف انضميت لهؤلاء، عم بتطلع بلد مش لازم له معارضة، لازم له أشرس معارضة، ما عاد فيه معارضة. تداعينا إلى نعمل انتخابات نيابية بوجهن، منجيب شيء ما منجيب شيء بدنا نقول لهم للناس انه هون في معارضه، وهول اللي قبل الانتخابات النيابيه بيعملوا مخانقين وبعد الانتخابات النيابيه بيعملوا حكومه وحده وطنيه وبيروحوا على المحاصصه، هون ما فيهم يكفوا يديروا البلد. هذيك المره ما شافونا وما قريونا، نزلت الثوره، ثوره الوعي اللي قالت لكل هول كلكم يعني كلكم ما بدنا اياكم. اللي صار جورج انه 8 و14 توحدوا اكثر من 2016 و2018 ليكسروا 17 تشرين. خليني كمل بس بليز 17 تشرين اللي اليوم بس تك رح تناقشني. هيدي الثورة النازلة اليوم أو هيدي المعارضة المختلفة عن 8 و14 اللي نازلة بكل لبنان كلهم سيوفهم عليها بالعلن وبالسر وبيشغلوا الأجهزة وبيشغلوا كل شيء فقط لاستهداف هؤلاء. وهلأ بعطيك عشرات الأمثلة وبين بعض ما في شو بتسمع غير بعض الشعارات ليشدوا عصب بعض. يعني بدي اقول لك بكل بالعربي المشبرح حزب الله مش اغبياء، موافق معي انه مش اغبياء؟ طبعا طبعا. كل يوم بيعطوا هدايا للقوات، فكرك مش منتبهين انه بيطلع واحد بيقول لك اذا انتخبتوا قوات بتصير بناتكم على البحر، اعلامنا بترفرف بدير الاحمر، من الطيون اللي هن اربع ساعات عم بيقوصوا على بنايتين كلهم شيعة، من شارع كله شيعة لبنيتين ثلاثة بشارع بالوج كلهم شيعة. طب هيدي شو بتكون؟ فيني زيح شوي قوس على مسيحيين مزحت ولا ميلة. كل المفتعل خليني أقول لك كل المفتعل من وقتها وأنا قبل بسنة قايلة حيفتحوا كل جروح الوطن ويرجعوا على انتخابات نيابية يعملوا أنه هن مدبحين، ويا لطيف قديش مشكلة كتير كبير بيناتهم تترجع المنظومة مثل ما هي ببلوكاتهم بأحجامهم إلى البرلمان ويكملوا نفس اللعبة ويقولوا للعالم كله ليكوا اللبنانيين طلعون هن زيتهم. يعني برأيك هيدا بشد كل شد عصب، شد عصب واضح، يعني لما شد كمان عصب ولا يعني شيء كمان تاني. يعني كمان لما كل الفريق الآخر بيحكي عن سلاح حزب الله عبكرة والظهر عشية عم بيسدي أكبر خليني أعطيك أكيد. طب لو أكيد ما هي طرفين بس روق شوي أكثر دليل لذلك. تطلع سنة 2014 سيدة ستريدة جعجع بتحكي عن بتعمل غزل بحزب الله. أي واحد في فوت ويشوف ويحضر خطاب غزل من الأول للآخر يا ريت بتطلعوه بحزب الله بالبرلمان اللبناني. كان في انتخابات رئاسية وإنه بركي مروحة انتخابات رئاسية. طيب بعدين تجي الانتخابات النيابية، قبل الانتخابات النيابية شو بصير؟ منصير حزب الله الشيطان الأكبر. كل ما في انتخابات رئاسية يا جورج بيطلعوا شو بيقولوا؟ بصير حزب الله حزبنا نتعاطى معه وبيشبه القوات والتركيبة وغيره. قبل الانتخابات النيابية بصير بدنا نشيطن
هو مشيطن بالحالتين انا برايي، وشيطن البلد وشيطن كلسي، بس صار عندهم مع بعض هيدي الانتر ديبندونس اللي هن وغيرهم ما بيطلعوا الا بهيدي الطريقه. مثل البلطجه تبع نبيه بري، ليكو البلطجه وين صار؟ صاروا مع بعض بنفس اللوائح. كل هيدي التركيبه عم بتواجه ناس عم تيجي تقول لهم انتم كلكم خلصت ايامكم وطلعت ريحتكم وانتهى زمنكم. هيدا اذا بدك التيار اللي بلش من سنوات بالشارع كمل باكثر من انتخابات، اليوم فعلا صارت الناس عم بتقول هيدا البلد لا يعيش ما نتخلص منهم. ولذلك مثل الحرباية كل يوم بيلبسوا لون، كل يوم بغيروا جلدهم، المهم يبقوا ويستمروا. اسمع اليوم جورج عدوان شو عم بيحكي على حليمة قعقور. وين حليمة؟ مين عطيها وثيقة ومضيطها؟ فوتوا قريوا حزب حليمة شو بيحكي عن السلاح، وبعدين اجتزقوا له فيديو قصقصوه وحطوا على ذوقهم، مثل ما عملوا معي بالبزورية وغيرها، مثل ما بيعملوا بأي شخص بيوقف بوجهن. بينما فيديوهاتهم كاملة وواضحة، ما حدا عنده المكانات والكب اللي هن بيقدر يكبوه، واضح الكلام جدا. اللي عند الحاجة منصير ماكيافيلية براغماتية، منروح منساير ومنغنيش، ولما لازم نتخانق كرمال الشعب الغفور يرجع يصوت لنا بنعمل الدباحين. هلا بالنسبة لموضوع حليمة قعقور واللي قاله الأستاذ جرب، أنا سألت مارك ضو اللي كان معنا وقال إنه ما حدا عرض عليهم أي شيء، أكيد ما في وثيقة، يعني ما حدا عرض عليهم كلايحة أي وثيقة إنه يوافقوا فيها على الموقف من سلاح حزب الله. يعني بعتقد إنه معروف صار السيد جورج عدوان بكمية كذبه، ما زال بيحكي بقصص بمحاضر بجلسات، بيطلع بيحكي أشياء بيقلب الحقائق. طاولة بيكون فيها على 20 شخص بخبر قصص ما لها علاقة بالوقاية وبالحقائق، فما وقفت على هيدا الموضوع، بس واضح انه عم بيوجعون بشوفوا عليه، عم بيوجعوا المنظومة. بيطلع شخص مثل وليد جنبلاط بيقول لك اغتيال، يعني سياسي. اذا ما صوتت لي يا لطيف يا لطيف. طب هيدا البلد امتين بدنا نتطلع كيف بده يعيش؟ بده يعيش بلا اغتيالات من اي نوع، وأهله وشعبه وناسه بدهم يتنفسوا بطريقة فعلا بتليق بالإنسان وبحقوقه وبحياته. طيب قدي بدنا نكمل نعطي فرص لهؤلاء.